كيعرفوش على الشيف سيمون واحد الجانب روحاني. انت كتنتمي لواحد الطريقه صوفيه. اييه. انت واحد الانسان كتبان مودرن، كيبان في شكلك انك يعني غبال ماشي تقليدي ماشي، ولكن راه الحقيقه ان عندك واحد الجانب اخر متدين متصوف روحاني. سؤالي باختصار. نعم. تصوف لا كونيكسيون بيننا وبين الله، طريقه التصوف سواء كيما بغات تكون الطريقه اللي انت كتنتمي لها، شنو كيزيد الانسان؟ ده سؤال مهم بزاف طرحتيه ليا ماجدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اول المتصوفين. شنو هو التصوف؟ التصوف هو الريزو. الريزو اذا ما كانش عندك الريزو مع سيدي ربي، انت ما عندك حتى شي قيمه في الكره الارضيه، وما عندك حتى شي قيمه في الدين ديالك ولا في المجتمع، سواء غربي ولا شوف دو نوجور اليوم الانسان كتسالي ليه غير كتجي ولا كيدوز شي بلاصه اللي ما عندوش فيها حتى الريزو، ما عندوش واحد ثلث ساعه نص ساعه كتحيد ليه المواقع الجماعيه، كيتلف كيدوخ ما كيعرف راسو الشمال من الجنوب. حسب لك الريزو مع الله، شد الريزو مع الله وغدير اغلاط، ولكن هذاك الريزو هذاك التصوف هو ديك لاغريس اللي كتخليك متحكش مع الامور اللي غتخبشك، كتخليك تمشي في واحد السكه سليمه، كتخليك شد في ذاك القالب ديال السكه باش غادي. والتصوف عباره عن ذكر، عباره عن قران، عباره عن اخلاق، عباره عن وظيفه، عباره عن روح. التصوف كيقدر يكون عباره عن جوق كيدير امدح النبي صلى الله عليه وسلم، كيضرب البندير والدربوكه، ولكن شي حاجه اللي فيها واحد الطاقه اللي كتخلي الروح ديالك تعلق بالناس. وعندنا بزاف ديال الانواع ديال التصوف في الاسلام وفي المغرب، ولكن كلنا عندنا واحد، يعني كيف ما كان نوع الانسان يكون وزير رجل اعمال نصو مغربي نصو اوروبي، فاش كيسمع شي ليله محمديه كيتخشع، فاش كيسمع المديح الصوفي كيتخشع، فاش كيسمع الضربه ديال العشاوه اللهم صل على سيدنا محمد كيتخشع. كتحرك شي حاجه عنده الداخل، عندنا واحد البوطه لداخل كيكون فيها لا بريسيون، هذيك البوطه كتفش. كل واحد عنده الطريقه كيفاش كينفسها، ولكن كلنا رحنا في واحد السله وحده، لانه كتلقى الاصل ديالو متمسك بالله سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله. وهادي فاش التصوف كيخليك تحيي هذيك الطاقه اللي فيك لداخل، كتخليها كدير لها ابديتينغ، كتخليها جديده، كتخليها اجور، وكتخليك ديما ديك لاغريس كتبقى شاد في ديك السكه باش ما تزقلش لشي طريق واحد اخر.